بشكل صادم تنتشر جرائم القتل في المجتمعات العربية. الجرائم تحدث منذ القدم، ولكن الأحداث الأخيرة باتت مخيفة برأي كثيرين. سنتين بيطاردها، سنتين مش عارفين نخلص منه، عملنا محاضر واشتكينا وما فيش فايدة. شو ما أعمل؟ شو ما أعمل؟ أنا ما بنلام، ما حد يقول هاي مجنونة، ما حد يقول هاي قوية، جماعة نار 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 نار، والله أقوم من نار جهنم. أفلام العنف الموجودة للأسف ظهرت بشكل كبير جداً خلال 10-15 سنة الأخيرة، وابتدوا يكبروا في البطل بتاعها، فأصبح الهيرو اللي الولاد عايزة تعمل زيه، اللي عايزة تضرب وعايزة تجري وياخد حقه بإيده. نجزم بأن المسؤولية كلها تقع على السوشيال ميديا أو على المنصات. المشكلة تكمن في المكنونات النفسية لدى الأشخاص الذين عندهم مشاكل نفسية ربما، وعندما يشاهدون مثل هذه المشاهد ربما يصبح حافز أو مشجع أو تقليد. بأنادي وأناشد بأن يكون في قوانين رادعة ومغلظة على تحريض على العنف من خلال السوشيال ميديا، لأن هي بالتأكيد لها تأثير وتأثير كبير.